كيف يجب أن تقوم يعني قيم جديدة تنطلق منها حكومة التغيير حتى يعني تضمن استقرار سياسي، استقرار اقتصادي للبلد؟ طيب، المعايير الحكم الراشد تقوم على 4 أركان. الحكم الراشد يقوم على 4 أركان. أول ركن من أركان الحكم الراشد المشاركة في السلطة. ما يضروا في السلطة كحاكم يعني. في الرأي. عموما المشاركة مثلا الآن، منو قال نحن بنسمح ندي زول مثلا يخطط لنا مستقبل تعليم أولادنا من غير ما إحنا نشارك في هذا التخطيط؟ يخطط لنا مستقبل علاقاتنا الأسرية بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة، بين الأم والأب وأولاده وكذا، من غير ما إحنا نشارك في هذا التخطيط؟ يعني منو اللي قال أنا سأتيح سأعطي الآخرين حق أن يخططوا لي مستقبلي من غير أن أكون أنا مشارك في ذلك؟ الوثيقة الدستورية قامت على أسس تمييزية. هذه الوثيقة الدستورية قامت على أساس تمييزي. أساس تمييزي كيف؟ ما أنه المادة أربعة الفقرة ألف في الوثيقة الدستورية لما جاءت تتكلم عن طبيعة الدولة، عن طبيعة الدولة، قالت الدولة السودانية دي دولة ديمقراطية برلمانية لا مركزية تعددية. طيب، قال تقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين من غير تمييز بينهم على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الرأي السياسي. يعني ما نميز بيناتهم على أساس الرأي السياسي. دي المادة 4 الفقرة 1 في الوثيقة الدستورية في الصفحة الأولى، وهي بتتكلم عن طبيعة الدولة، عن طبيعة الدولة. طيب، لكن للأسف الشديد الوثيقة الدستورية كلها قايمة على أساس تمييزي كالآتي. قايمة أنه إعلان الحرية والتغيير هم بس اللي عينوا رئيس الوزراء. طيب، ده تمييز على أساس الرأي السياسي. إعلان الحرية والتغيير هم بس اللي كانوا عندهم 18 وزير في مجلس الوزراء. إعلان الحرية والتغيير كان الوزير ده مات، الرئيس الوزراء ده مات بقدر الله، الوزير الرئيس الوزراء اللي بيجيبه بديل ده تجيبه إعلان الحرية والتغيير. إعلان الحرية والتغيير هم بس اللي عندهم 67 في مجلس التشريعي، والتشريعات ذاتها داخل مجلس التشريعي بأغلبية ده 67 بس، ما بأغلبية 70 ولا 75 شيء يجيبوا عامنا زيادة. إعلان الحرية والتغيير هم بس اللي يكون منهم مدراء الجامعات. يمكن كلنا شفنا الخطاب بتاع وزيرة التعليم العالي اللي قالت مدراء الجامعات من شروطهم يجب أن يكونوا مؤمنين بميثاق الحرية والتغيير. طيب، غادي ميثاق الحرية والتغيير ده رأي سياسي ولا ما رأي سياسي؟ ده رأي سياسي. طيب، ولكن الآن وزير العمل هذا لما نطلع بيان، وزير الحكم الاتحادي ده لما نطلع بيان، الحكم المحلي ده لما نطلع بيان عن لجان المقاومة دي، برضو قال لجان المقاومة دي تكون بس من قوة إعلان الحرية والتغيير. اللجان الشعبية دي اللي حيعملها اللي اسمها لجان الخدمات والتغيير اللي عملها دي، قال يكون بس من ناس إعلان الحرية والتغيير. طيب يا جماعة، إذا إعلان الحرية والتغيير ده من رئيس الوزراء، دستور بيقول هم من رئيس الوزراء، إليه ناس اللجنة الشعبية تحت؟ لكن يا دكتور، هذا كله قائم على تمييز سياسي. عفوا دكتور. نعم. إذا ما في مشاركة، إذا أول ركن من أركان الحكم الراشد ما موجودة، ما في مشاركة للجميع. في مجموعة من السودانيين سحبوا الجنسية من بقية السودانيين التانين وحرموا الحق في المشاركة، الحق في المشاركة التشريعية والحق في المشاركة التنفيذية والحق في المشاركة حتى على مستوى لجان المقاومة. طيبة لحياة طيبة.